السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لايف جديد محل توب ارتيكل بسوق القريعه، واليوم غادي نبارطاجيو معكم محل سوق القريعه. ديما كنديروا لايف من محل تطمن الليل، اليوم غادي ندير لكم محل سوق القريعه ونبارطاجيو معكم جميع المنتجات التي تسهل الحياه اليوميه والمنتجات الجديده دابا حاليا في السوق اللي سولوا عليها بزاف ديال السيدات. الا كنتي من السيدات المهتمه بشراء المنتجات عبر الانترنت من علي اكسبريس، علي بابا وشين المواقع الكبيره، فهذه هي الفرصة ديالك. محل توب ارتيكل، قلب عاب اشتري، دائما كنجيبو الجديد، دائما منتجات كنختاروهم بعناية، كنجيبو منتجات اللي كتعاوننا وكتعطينا واحد القيمة مضافة سواء في ترتيب ولا تنظيم البيت بطريقة سهلة وبسيطة. وطبيعة الحال الشعار ديالنا دائما هو منتجات اللي كتسهل الحياة حصريا، محل توب ارتيكل والجودة اللهم بارك. كاين بزاف ديال المنتجات كنلقاوهم، ولكن كنحاولوا نجاوبوا الجوده باش الكليان كيدي حاجه وكيندبش عليها. بالنسبه للمنتجات الجديده هي هاد لي لانش بوكس، السيدات سولونا على بزاف على لي لانش بوكس، الموديلات اللي كاينين جداد لي لانش بوكس. كاين هاد الموديل هذا اينوكس من الداخل، كيتسدو وكي تغلقوا باحكام كما كتشوفوا، فيهم واحد الجوان ديال السيليكون ديالهم هنايا، متوفرين بثلاثه ديال الالوان، فيهم الغوز، فيهم الشيبي، فيهم هاد الخضر هذا المعروف كما تشوفوا. تبارك الله الحجم ديالها ما كتشدش لاسباس بزاف، ديرها في الشكاره بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديو الماكله ديالهم للخدمه، ما كيبغي ماكله صحيه يديها معاه للخدمه. هذه راه الحل الامثل، كتحافظ لك على الماكله لاطول مده ممكنه، وفي نفس الوقت يعني كاليتي زوينه ديالها. كاين هذا الستيل هذا، كاين هذا الستيل هذا حتى هو زوين، ها هو مقسم كما تشوفوا. شكرا لكم بزاف، شكر خاص للسيدات اللي تصيفطوا لنا دي ميساج زوينين، اللي كيخليو لنا تعليق زوينين، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله غادي نبقاو مستمرين بهاد المنتجات ان شاء الله باش ديما نبارطاجيو معكم الجديد. كاين هاد اللانش بوكس هي كما تشوفوها هي مقسمه واينوكس، كاليتي ديالها زوينه، كيجي مع المعالق ديالها ها هي. ولافونتاج اهم حاجه في هاد لي لانش بوكس انهم كيتسدوا باحكام، تتسدو باحكام باش كيحافظوا لنا على القيمه الغذائيه ديال الاكل لاطول مده ممكنه. فيها هذا الستيل هذا، فيها هذا الستيل هذا، وفيها ايضا هذا الستيل هذا، والالوان راه تبارك الله ما شاء الله راقيين الالوان. كاين هذا اللون هذا بحال الخزي، داك الخزي الزوين، كاين هذا الباج هذا، كاين هذا الصومو حتى هو تبارك الله زوين. هذه مقسمه فيها جوج ديال الطبقات كما تشوف، هذه طبقه وحده وهذه طبقه وحده تبارك الله ما شاء الله. الكاليتي ديالها تبارك الله زوينه، انا كنحاول ندور لكم المنتج باش تشوفوه من جميع الجوانب ديالو، وبطبيعه الحال باش تاخذوا حتى فكره على الستيل ديالو. اي موديل عجبك سكرين شوت، سكرين الموديل اللي بغيتي سواء تجي ليه وتوريه لينا في المحل، ولا غادي بغيتي نصيفطو لك راه نصيفطو لك. بالنسبه للاثمنه، اثمنه جد مناسبه بالنسبه لهذا، درنا فيه واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 70 درهم فقط. كاين هذا 80 درهم، وكاين هذا 90 درهم، 90 80 70 درهم. كاين هذا لانش بوكس بلس القرعه ديالو، حتى هو فيه الالوان تبارك الله ما شاء الله زوينين، ها هو فيه هاد البواطه هذه وفيه هاد القرعه هذه. بالنسبه للثمن راه درنا له واحد الثمن حتى هي زوين بزاف اللي هو 40 درهم فقط، قرعه ولانش بوكس بواطه بلاستيك. يعني التخفيضات راه تبقى مستمره كما وعدناكم طيله هذا الشهر ان شاء الله، وان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم كل جديد غادي نبارطاجيو معكم. كاين هاد ليلوش ديال السيليكون راه فيهم الالوان، فيهم الاحمر وفيهم هاد اللون هذا وفيهم هاد اللون هذا، وفيهم ثمن زوين 150 درهم فقط، والحجم الكبير. كاين الموديل الصغير شويه كان كيدير 130 ما بقاش، هذا ها هو 150 درهم فقط، حتى هو تبارك الله زوين. كاين في محل ديالنا كاين هاد القرعه ديال العصير، ها هي حتى هي الله جات، كدير فيها العصير، دير فيها الحامض بالنعناع، دير فيها الخيار والنعناع، ودير شي سائل اخر، يعني بغيتي تحطها فوق الطبله، بغيتي تحطها فوق الكوزينه، يكفي انك كدير الكاس ديالك هنا كتورك كيهبط لك السائل بواحد الطريقه سهله وزوينه، 150 درهم. كاين ترموس ذكي اللي فيه مستشعر ديال الحراره ديال السائل، درتي حاجه بارده تبقى بارده، درتي حاجه سخونه تبقى سخونه، وفي نفس الوقت كيعطيك درجه الحراره واش نقصات ولا زادت، تبارك الله زوين عملي للدراسه للخدمه لاي بلاصه. الثمن ديالو غنحسب لكم واحد الثمن زوين بزاف 130 درهم فقط. كاين بزاف ديال المنتجات اخرين، منظمه ديال الثلاجه
هما راه كانوا سالاو هما جاوا من جديد. شوفوا لا كاليتي تبارك الله كي دايره، فيها الحجم الصغير والحجم الكبير. كاين هذا الحجم الصغير درنا ليه غير 60 درهم، هذا راه كان ب 80 درهم درنا ليه 60 درهم، وكاين هذا الكبير كان ب 90 درهم درنا ليه غير 70 درهم فقط. هما وهاد المنظمات ديال القطاني والحبوب، ها هما هاد المنظمات ديال الثلاجه راه ماشي فقط غير منظمات عاديين، منظمات بالترقيم بلوس كيحافظوا على القيمه الغذائيه ديال الاكل، لان يعني حاجه طريه كتبقى طريه، وزائد الترقيم يعني حاجه كندير لها المده فين حطيتها، الى نهار جبتها نهار 13 ولا 14 ولا 15 ولا كندير ليها شحال باقي ليها وغتسالي يعني غتخسر ليا، كتعاونني هاد الترقيم باش كنحافظ على الماكله وفي نفس الوقت ما كنساهاش اي حاجه كنعرفها اين شهر خديتها، وان يعني خصني نسبقها هي الاولى نحيدها ونقضي الغرض، اضافه الشكل الممتاز اللي كتعطي داخل الثلاجه. وهاد المنظمات ديال الحبوب حتى هما راه كيتسدوا باحكام، ها هما كيتسدوا بهكا كيتسدوا مزيان تبارك الله، وعندهم هاد الطراقات هادو باش كيتسدوا باحكام، فيها الحجم الصغير. السيدات اللي سولونا على العبار، هذه فيها 1800 مليلتر، وكاينه الكبيره هي فيها 2500 مليلتر، حجم الكبير 70 درهم، حجم الصغير 60 درهم فقط. كاين آلة تفريغ الهواء من الأكياس البلاستيكية، هذه اللي كتفرغ لينا الأكل الساشيات من الهواء، وكتحافظ لنا على القيمة الغذائية. كيجي معها 10 ديال الساشيات، فيها 3 ديال الموديلات، كاين ديال 100 درهم 130 و 180 درهم، 3 ديال الموديلات، يعني تبارك الله ادوات عمليه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. محل طوب ارتيكل بسوق القريعه ومتطمن ليه، اي منتج هنا راه كاين في محل ديال تطمن ليه. كاين هاد المضربات، كاين هاد المضربه هذه وهاد الستيل هذا وهاد الستيل هذا. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على الكليما صغيره حتى هي راه كاينه، غنوريكم منتجات اخرين ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم. كاين هاد المنظمه ديال الاكسسوار ديال المجوهرات والحلي باش كتجمعي كاع لي زاكسسوار ديالك في بلاصه وحده، ها هما. وزائد انها فيها، زائد انها منظمه فيها مرايه، مرايه ها هي شتيها، يعني اثنان في واحد، فيها منظمه ديال الاكسسوارات زائد مرايه ديالها، كتجمع بهاد السهوله ها لومبالاج ديالها، وفيها واحد الثمن زوين، فيها هاد الرجيلات انيقه تبارك الله، تحط الطوانق الخواتم السناسل تصف كاع لي زاكسسوار ديالك في بلاصه وحده، طريقه سهله ومنظمه، اي حاجه كتمشي ليها مباشره، يعني ما تحتاجش تقلب عليها هنا وفي المجوره وهنا وهنا. الثمن ديالها 99 درهم فقط. كاين المنتج اللي تا هو تبارك الله زوين وعملي وانا كنصح به، اللي هو هذا المساج لازاله التعب من العنق والرقبه، ها هو منتج خطير جدا تبارك الله ما شاء الله زوين، فيه الزياده والتنقاط النقص، تديري في اي بلاصه في اي وقيته، في بغيتي تنعسي مثلا، انسان بغى ينعس ولا حاس بالعياء في العمق ديالو ولا بالارهاق، كيدير هذه كيزيد للنيفو اللي بغى، وكي يحصل على واحد الاسترخاء تام بطريقه لي سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت يعني بدون اعراض جانبيه كما تشوفوا. جربوا بزاف ديال السيدات معنا وتبارك الله عجبهم الحال وركومونداو لينا هذا منتج تبارك الله، حتى هو عملي والثمن ماشي 250 درنا ليه 150 درهم فقط. كاين اله ازاله الشعر بدون الم، ها هو تا هو راه متوفر حاليا محل طوب ارتيكل بجوده ممتازه 99 درهم، وكاين الجوده العاديه ب 70 درهم. كاين اله ازاله الجلد ميت من الاقدام تا هو بدون الم 99 درهم، تا هو كاليتي ديالو تبارك الله زوينه. كاين منتجات اخرين، كاين هاد الباندا ديال الركبه اللي كتدعم الركبه بطريقه اللي سهله وبسيطه، وكتاجيستا مع الركبه الا كان انسان عنده مشكل في الركبه، حتى هي راه كاينه متوفره حاليا. منظمات اللي درناهم اخر مره ديال المكياج بثمن جد مناسب 100 درهم بالمرايه ديالها، كاين هذا المنظم هذا حتى هو راه زوين. كاينه هاد المنشافه او ممساحه صغيره كتجمع بحال كراطه صغيره، هذه وحل واحد الكراطه صغيره، انا غنوريكم الشكل ديالها، حتى هي راه تبارك الله دايره ضجه في موقع التواصل الاجتماعي، وعمليه بغيتي تمسحي بها الطبله، بغيتي تمسحي بها مثلا البوطاجي، بغيتي تمسحي بها الجاج، يعني عندها بزاف ديال الاستعمالات، وفي نفس الوقت يعني كاليتي ديالها زوينه وعمليه في الايد. اما كيما تشوفوا يعني تبارك الله ما شاء الله، هذا هو الشونج ديالها،
غير كتجر هكا كتعصر راسها. ها نتوما يعني منتج جديد جدا كيدخل كوليس هنا ها هو وكيتجر تي هما اللعيبات ديالو باش كيشد مزيان كيلصق هنا وينفوا كتجر. راه الصور حطيناهم في محل في لاباج ديالنا باش تشوفوا تبارك الله منتج عملي للجاج البوطاجي الميدا لاي حاجه يعني منظم تنظيف وسهل الاستخدام. الثمن 49 درهم فقط تبارك الله ما شاء الله. اللي بغى الصور مازال راه كاينين في لاباج يدخل لاباج. السيدات اللي سولونا على شريط لاصق بجوده ممتازه دائما كنقولوا الشريط اللاصق فيه بزاف ديال لي كاليتي. كاينه الكاليتي العاديه 5 متر كاينه الكاليتي الممتازه الغليظه. هاي يبغى شي حاجه غليظه كاليتي ممتازه في الشريط اللاصق راه كاينه متوفره الان محل طوب ارتيكل. الثمن راه كيبدا من 29 درهم 49 حتى 99 درهم. منتجات اخرين مسحة الدجاج راه كانت سالات ها هي جات من جديد حتى هي بجوده ممتازه 99. كاين العكاز اللي كيتشطوا العكاز اللي كيتشطوا ها هو. انا نعطيكم كاع المنتجات اللي تبارك الله دايرين ضجه وتبارك الله عمليين. هذا عكاز تيتشطوا فيه واحد البيل ولافونتاج ديال العكاز ما كيزلقش يعني فيه فونتوزات لتحت باش كيشد اون فوا كتحطو كيشد لك مزيان كيعاون الناس كبار السن باش انهم كيوقفوا به مزيان وكيعاونهم حتى في المشي تبارك الله. تتسالي منه كتجمعو وفيه بيل لو بغيتي تضوي به تنيه ما كيشدش لك كاع ليسباس نهائيا. كاين اله ديال ازاله التحباب بليس مصلوح ها هي جات من جديد الثمن ديالها 149 درهم. كاين هذا الموديل هذا ما كنصحوش به كاين هذا الكاليتي ديالو حسن اللي بغى ياخذ هذا حسن. كاين اله ازاله القمل من الشعر في 4 ديال الفلترات بجوده ممتازه اللهم بارك. كان عندنا الموديل الاول وهذا كان سالا وجا موديل خوه في لومبالاج خوه في السميه في كل شيء ولكن الكاليتي ديالو عيانه وفضلنا اننا ما نجيبوش وتاج دخلات الجوده الممتازه حنا جبناه. ها هما الفلترات ديالو 4 ديال الفلترات تيجيو معاه وتحيد القمل وهذاك البكتيريا اللي كتكون في الشعر بطريقه سهله بحال المشط وتيقضي عليه تماما بالنسبه للاطفال الصغار بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال هذا القمل يعني ما يحتاجش لا عمليه لا حتى شي حاجه. هادو تبارك الله عملي منتج كيصفي لك الشعر ديالك بطريقه اللي سهله وبسيطه. بالنسبه للثمن درنا فيه واحد الثمن زوين بزاف 150 درهم 130 درهم عفوا في 4 ديال الفلترات 130 درهم ثمن جد مناسب. كاينه واحد الاسبيراتور حنا نجيو الاسبيراتور اللي دايره ضجه. كاين هذا الاسبيراتور هذه راه معروفه كتستنى باش كتدخل الاماكن الصعبه 250 درهم. كاينه الاسبيراتور تبارك الله اللي تبتات الكفاءه ديالها وزائد انها الموتور فيها مجهد تقدر تستعملها اثنان في واحد يعني تقدر تستعملها قصيره على الافريشه وتستعملها الفوق الناموسيه الفوطيات لاي بلاصه وتقدر تستعملها حتى الارضيات والكاليتي ديالها تبارك الله زوينه وكتشفط تبارك الله ملي كتخدمها تحس بها انها يعني تبارك الله عمليه وكتقضي لك الغراض تحيد لك الاتربه الغبار هذوك الازبال الخفيفه يعني كتحيد لك بزاف ديال الحوايج وتتحكم فيها بالايد بواحد الطريقه اللي زوينه. عاونا باش نجبدوا هذاك البياسه. كاين بزاف ديال المنتجات اخرين ان شاء الله ندير معكم واحد الجوله. كاين هاد التويشيات هادو ها هي شوف ها هي باش كتشوفوا ان التحكم ديالها كيفاش داير التحكم ديالها يعني تتحكم فيها يعني تبارك الله بواحد السهوله وعمليه. بغيتي هادي بغيتي دير لها العصا ديالها الطويله كديرها ليها كتركبها حنا نركبوها كومبلي وغادي نوريها لكم خطوه بخطوه وكان معاكم مباشره محل طوب ارتيكل. كاين هاد التويشيه هادي كدار في الحمام كدار فيها الصابون ليكيد كما تشوفوا فيها هاد الحلفه هادي ديال الوجه هادي كتبقى غير الوجه فقط فيها ثلاثه ديال الالوان فيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا. كاين منظمات بالنسبه للثمن ديال هادو 80 درهم ثمن جد مناسب. كاين هاد البورت بابيجينيك ايكوكو ها هي اللي كتلصق بلا حفير وبلا فيسات 120 درهم فقط. كاين هاد الموديل هذا جديد حتى هو 120 درهم فيه مجير حتى هو كيلصق بلا حفير بلا فيسات.
بالنسبه للاسبيراتور، ها هي الاسبيراتور، هذا هو الطول ديالها، ها هو كما تشوفوا، يعني ما تحتاج تحنا، واصله لك حتى انت واقف وخدام بها، واقف يعني كتخدم على وقفتك. بغيتي تخدم هذا الراس الكبير، بغيتي تحيد لها هذه العصا الطويله وتخليها غير قصيره باش الافريشه والفوتويات وداك الشيء، كتخدم بها. سمعوا الموتور ديالها كيدير، بارك الله، مجهده يعني، مجهده تبارك الله. واهم حاجه انها روشارجابل سون فيل، يعني ما يحتاجش تبقى مضارب بالخيوطه وداك الشيء، سون فيل تصلح الطوموبيل، تصلح دير معاك في اي بلاصه بغيتي. بالنسبه للثمن 250 درهم فقط، يعني الثمن جد مناسب بالنسبه للسيدات اللي كيقلبوا على جوده ممتازه واثمنه مناسبه. كاين رشاش ديال الدوش، هذا كيخرج الماء تبارك الله مجهد، وخا يكون الماء قليل كيخرجوا مجهد، 99 درهم. كاين الفونتوز ديال الحمام اللي كيشدوا فيها الانسان يخاف ليزلاق، ولا كبار السن ولا الدراري الصغار كيخصهم واحد البواني باش كيشدوا فيها باش ما كيزلقوش مع الماء ومع التيد ومع الصابون. هذه فونتوز كيلصق بلا حفير، بلا ما تحفر الحيط، بلا ما تخسر جليج، بلا حتى شي حاجه. الثمن ديالو حسنا فيه واحد الثمن زوين بزاف، 70 درهم فقط. كاين موزع الصابون الاوتوماتيكي بجوده ممتازه، لي ديفيزور ديال الروائح اللي بغيتي تشري ريحه زوينه في الحمام ولا الخوامي، حتى هو راه كاين توفر الان محل طوب ارتيكل. اسمح لي، لي زاكسيسوار ديال الحمام 6 بياس، ثمن جد مناسب، وفيهم الوان مميزين. كاين هذا اللون، هذا فيه البوبيل، فيه البروسه، فيه ديال الصابون ليكيد، ديال الدونتيفريز صابونيه، وكاين هذا ديال الصابون ليكيد، 6 ديال البياسات 160 درهم فقط. منظم ديال سوليفي بجوده ممتازه، كيتزاد من 50 ل 70 سنتيم، الثمن ديالو 80 درهم فقط. الكريك ديال الثقل، الكريك ديال الثقل ها هو توفر، بغيتي ديبلاسي اي حاجه ثقيله يعني بسهوله وبدون مساعده اي احد، الثمن ديالو 70 درهم فقط. كاين عجلات ديال اله التصبين اللي كيتزادوا وتنقصوا، كاين جوده ممتازه وجوده عاديه، كاين ديال 100 درهم وكاين ديال 150 درهم، منظم فوق لاشاس، كاين الجوده عاديه وجوده ممتازه. نشارات، السيدات اللي سولونا عن نشارات الومنيوم تيتجمعوا ديال الالومنيوم اللي ما كيصديوش، ها هما متوفرين الان محل طوب ارتيكل، كاين 60 سنتيم، كاين 80 سنتيم، كاين هاد البولات ليد حتى هما، البولات بجوده ممتازه كاينين بدون كابلات، كيخدموا غير بالحجر بطريقه سهله وبسيطه. علاش كينفعونا هاد المصابيح؟ تينفعونا باش كنضوو بهم الاماكن المظلمه داخل لي بلاكار، واليو غتجيب تريسيان وغادي تدوز لي كابل وخاصك ما هي ملونوها وكثرت المصاريف، هاد البولات كدير فيهم الحجر كديرو داخل البلاكار، هادو كيخدمو بلا حس، يعني كتورك كيشعلوا، بتخدمهم بالتيليكوموند تخدمهم، بغيتي تخدمهم عاديين كتخدمهم. بغيتي البولات اللي بالحس يعني مستشعر الحركه، اون فوا كدوز شي حركه قدامك كيشعلوا راسهم. كاين هاد الموديل هذا ب 49 درهم، وكاين هاد الطويل هذا ب 99 درهم، حتى هو تبارك الله زوين، كلهم روشارجابل، هادو كيتشارجاو يعني ما يحتاجش الحجر، ما تحتاجش حتى شي حاجه، كيتشارجاو هادو بالحجر، هادو بالحجر. كاين هادو كيتشارجاو بالطاقه الشمسيه، الا عندك شي جريده زوينه ولا عندك شي بالكون زوين كتدخلوا الشمس، هذا كيتشارجاو بولات 4 ديال البياسات كيلصقوا وكيتشارجاو بالطاقه الشمسيه، وبالليل كيضويو لك هذاك الجريده ولا هذاك البالكون بواحد الانيماسيون زوينه تبارك الله. يعني منتجات روعه ما شاء الله، واثمنه مناسبه مقارنه مع القيمه المضافه اللي كنحصلوا عليها فاش كنشريو هذه المنتجات. الثمن ديال هذه 99 درهم فقط. كاين هاد البلاكات اون بان اللي كتبان من بعيد، يعني كنعرفوا بلاكات اون بان كنوقعوا اون بان، كنخدموا غير هذيك العاديه اللي فيها الحجر سبيسيال، هذيك كيشعل باللاد، باللاد كيضو كيتعرف ان كاين شي خطر قدامك على بعد كيلومتر تقريبا، يعني كثر كتشوفها كثر قرب من هذيك البلاكه اون بان عاديه. تبارك الله ما شاء الله، منتج واعر داير ضجه في الانترنت، ها هو بمحل طوب ارتيكل، الثمن ديالو فيه واحد الثمن زوين بزاف، 99 درهم فقط، تا هو نديرو ليه 99، ما كاينش المشكل. كاين فرفارات ديال الطوموبيل،
فرفاره ديال الطوموبيل كتفليكسيبل تشد دي بلاصه في البلاصه اللي بغيتي. يعني منتجات يلاه جات نتوما الاولين غادي نبارطاجيهم معكم. اللي كيعجبو بحال هاد المنتجات وكيعجبوها طريقه الشرح يكتب لينا اللهم بارك، اللي ما كيعجبوش طريقه الشرح يخلي لينا الملاحظه ديالو ان شاء الله باش نزيدو نحسنو ونزيدو القدام. بالنسبه لهادي الثمن ديالها تمنا فيها واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 150 درهم فقط. 150 كانت 199 درنا ليها 150 في الفرفاره كدار في الطوموبيل. تقدر تخدمها غير بالباور بانك، ها هي فيها الكلي يو اس بي. تقدر تخدمها في لي شومبر في اي بلاصه بغيتي، فليكسيبل دورها في اي بلاصه بغيتي، طريقه سهله وبسيطه وكتعطيك البرد بارد تبارك الله. كاين بزاف ديال المنتجات اخرين، كاين هاد الفرفارات هادو ديال البرد فيهم تبارك الله البرد بارد، فيهم لي نيفو كتزيد النيفو اللي بغيتي. هاد الموديل هذا فيه 5 ديال لي نيفو. كاين هاد الموديل هذا حتى هو زوين، ها هو تبارك الله زوين حتى هو عملي اللهم بارك، كيبرد لينا مزيان ها هو كما تشوفوا. يعني منتجات واعره واعره وغادي تنال الاعجاب ديالكم. كاين هاد المصباح قنديل حتى هو تبارك الله زوين، هذا حتى هو كيشعل باللمس، اي اون فوا كتمسو كيشعل. كاين بزاف ديال التويشيات اخرين، فواحه هذه فواحه ومبرده في نفس الوقت، قاتل الناموس والحشرات المزعجه. كاين بزاف تبارك الله بزاف بزاف ديال المنتجات ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على لي ساشي سوفيد اللي كانوا تقاداو الباك، ها هو جا من جديد باك ديال ساشي سوفيد 10 ديال البياسات بليس البومبه ديالهم 149 درهم فقط. بغيتي بوحدها حاجه بوحدها، كل حاجه حاجه بوحدها راه كاينه. يعني تبارك الله ما شاء الله كاين واحد التنوع، لي زاكسسوار ديال الحمام، لي ميني اسبيراتور، كاين ثلاجه صغيره كتخدم بكلي يو اس بي فيها ثمن زوين بزاف، كاينه ماكينه الصابون صغيره حتى هي فيها جوج ديال الالوان، فيها الابيض وفيها النشافه الابيض وفيها الغوز. كاين بزاف ديال التويشيات اللهم بارك، ادوات المطبخ، ميزان ديال الحلوى، كاين رشاشه ديال الزيت، هاد الشيشه ديال غسيل الاواني، كاين هاد الهاشوار ديال الخيط حتى هي راه كانت سالات، هي جات من جديد. السيدات اللي كيسولوا على صفاي اينوكس ما كيصديش بقياسات الصغير والكبير ومتوسط حتى هو راه كاين. بالنسبه للمحل راه السيدات اللي سولون على المحل فين جا بسوق القريعه اللي فيه هاد المنتجات هذا، راه كاين جوج محلات ديال توب ارتيكل في سوق القريعه، واحد في الزنقه ديال مالين دادر وواحد جا قريب للزنقه ديال مالين جليج اللي فيه عادل، والمحل اللي فيه المنتجات اللي كتسهل الحياه اللي كنصوروا منه هو اللي جا في الزنقه ديال مالين دادر، راه معروف الزنقه ديال مالين دادر، راه نوريكم. هذا هو الزنقه ديال مالين دادر، هي هذه كتجيو مباشره المدخل ثلاثه، هذا هو المدخل ثلاثه كتدخلوا معاه منيشان مباشره، كتلقى واحد مول ليمون في القنت كتدخلوا معاه مباشره الزنقه ديال مالين دادر، كتلقاو نظاره اللوزه، نظاره زهير، كاين السي حسن تيبيع الورد، والمحل هو هذا منتجات كتسهل الحياه. الرقم 7 كتلقاو هذا البانو تيطفاو تيشعل، هذا هو المحل اللي فيه منتجات اللي كتسهل الحياه، غتلقاو منتجات تسهل الحياه. والمحل الاخر في عادل فيه اواني منزليه تركيه، يعني حيت كاين بزاف ديال السيدات جا وقال لك راه ما لقيناش جينا عندكم محل، هما راه مشاو للمحل الاخر كيتصحابوا راه ما كاينش هاد المنتجات. هاد المنتجات راه كاينين لان كاين جوج محلات، محل ديال اللي فيه الزنقه ديال ماين دادر فيه فاطمه الزهراء وياسين، ومحل فيه عادل هو اللي فيه الاواني المنزليه اللي بغيتو شي حاجه راقيه، اينوكس الكوكوت ديال اينوكس، البرامي ديال الجرانيت، بزاف ديال الحوايج. هنا مختصين بمنتجات كتسهل الحياه، يعني اي منتج عجبك هنا جي مرحبا بك الزنقه مالين دادر. سولوا كاع تلفتوا تلفتوا سولوا على محل امين الصحراوي ولا محل توب ارتيكل الزنقه مالين دادر، راه معروف كاين بزاف ديال المنتجات تبارك الله ما شاء الله زوينين. وان شاء الله اي منتج عجبكم حاولوا تسكرينيو جيو قريب لكم محل تيطم الليل، راه نفس المنتجات كاينين، نفس المنتجات اللي كاين هنا كاينين في محل تيطم الليل. وان شاء الله نلقاوكم ان شاء الله على خير، في انتظار ديالكم، بروفيتيو في هاد التخفيضات، راه كاين دائما كيجي الجديد، حاولوا تجيو تشوفوا يعني بزاف تكتشفوا بزاف ديال المنتجات اخرين. باش يسهل عليكم الامر حاولوا تسكرينيو الموديل، اي حاجه بغيتيها سكرينيها
وجي يقول لك اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذه صافي. والاثمنه راه كان يسروا مع الناس اثمنه مناسبه، واصلا هذا الشهر دايرين تخفيضات يعني اي واحد عجبه، ولكن اللي كنركزوا عليه ماشي هو الثمن، كنركزوا على الجوده باش يستمر معاك المنتج لاطول مده ممكنه. شكرا لكم بزاف، وسمحوا لينا على الاطاله. كان معكم امين من فريق عمل توب ارتيكل، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.